بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وبعد. ما شاء الله، جزاكم الله، وفقكم الله، حفظكم الله، سبحان الله، الله أكبر، ما شاء الله. مشروع البير الخير، مشروع الحياة، صدقة جارية، مقدم الروح المرحومة هبة عبد الجابر البشيتي من مدينة خان يونس فلسطين، جزاهم الله خير الجزاء في الدنيا والآخرة، ويبارك في أموالهم وأولادهم وذرياتهم، ويسقاهم من نهر الكوثر، ويجعل الله هذا العمل الخير في موازن حسناتهم. شكرا لكم يا أهل الخير، ما شاء الله. زمزم يا بئر السماء.